أنا يعجبني شيء وبقوله للأمانة، أنا رجال تمشيت في عمان كثير، رحت أماكن كثير، نمت في أماكن كثير. الشيء اللي يعجبني فيهم أهل عمان والسياح اللي يجون عمان من السعوديين والإماراتيين وغيره، بجيك أجعلني في ذاك الشيء بخير أبشرك. الشيء اللي يعجبني أنهم يحافظون على نظافة المكان، هذا الشيء اللي يعجبني قسما بالله. مبسوط مبسوط بشكل ما طبيعي جماعة الخير، ما في وصاخ، ما في شيء، ما في حاجة، حتى لو شفت شيء والله العظيم إني أشيله معي وأخذه وقطه وخلاص، لأن الصدق المكان جميل رايق حلو، تبغى غيرك يجي يستمتع. شوفوا هذه، هذا واحد تركه مثلا، بس حبة واحدة تمام، ما في وصاخ ما في حاجة، بس أنا أشيلها خلاص، أو إذا أنت جيت شلها معك، خل غيرك يستانس، اترك المكان كما كان أو أحسن. حياتي أصبحت مثل ناشيونال جيوغرافيك، كل يوم أتعرف على حيوان جديد.